ديال المنتخب الوطني بحناهم اربعه هنايا واحد الحامه وفاشل حاشب تحيه للمغرب الفارسي وديما مصر ناس تفرجنا في فاس حنا فرحانين دابا بالمنتخب اللي ربحات وكنفرحين بزاف واحد الفرحه كبيره الدور الثاني الدور الثاني ان شاء الله ونجددوا الكاس ان شاء الله شحال هذه ما فرحوناش فرحونا دابا ديبلاصينا من مكناس لفاس جينا نتفرجوا هنايا ان شاء الله ان شاء الله الدور الثاني وهذا وعد ان شاء الله وديما كاين ولا ما كاينش ديما المغرب ديما المغرب ديما المغرب المغرب ديما المغرب اول حاجه كنبغي نشكروا الدراري على الروح القتاليه اللي بينوا وحمروا لنا وجهنا ولا علاقه شفنا التاكتيك ديال الالي مع الرودور وديما مغرب وتبارك الله على الدراري وان شاء الله نديروا صبعه ان شاء الله نديروا المونديال وتبارك الله على الدراري احنا الحمد لله راضين على الاداء ديال المنتخب المغربي وراضين على النتيجه اللي قدموا وكنشكر الجمهور اللي ديبلاصا من جميع المناطق ديال المغرب وبشا يعني ساند المنتخب وكنشكر جميع الاطر اللي وقفوا مع المنتخب ديالنا واثروا ويعني باش يقدموا لنا واحد المباراه اللي هي زوينه وكنتمنوا ان شاء الله الشفاء البونو ولاد وباش عرف يعني باش عرف النتيجه ديال هذه المباراه كيفاش كانت هو هذا الجمهور اللي خارج في الشتاء وخارج يعني بواحد الفرحه ايجابيه اللي كنشوفوها عامه في المغرب كامل وشكرا بزاف اليوم عجبنا الاداء ديالهم احسن من كان اللي داز وكتبقى فاس حكم العالم تحيه لولاد عبد الكريم كامل واحد ولاد خزمنا نحطوا المنتخب لعبوا رجال ورجال لعبوا طلعوا رجال بعدا وشكرا للدراري خويا حنا ما كناش ناويين على هذه المباراه هذه ولينا مباراه جيده صراحه فرحاتنا بزاف وفرحات المغرب كومبلي وداخل المغرب وخارج المغرب تحياتي من هنا تبعكم وتحيه للناس ديال المغرب وشكرا بزاف ما كناش ناويين على هذه المباراه فرحتونا وفرحتونا ضد المغاربه شكرا بزاف شكرا بزاف جزيلا وان شاء الله مازال نكسب لقدام ان شاء الله السلام عليكم الخوت كي داير مزيان كنتمنى الفوز هذا اخوتي كنهدي لجميع المغاربه واداء زوين وديما مغرب وديما مغرب اخوتي يتوب عليكم مغربي يتوب على الرجال ونتمنى نزيدوا القدام الخوت ويتوب على الرجال وفيفا مغرب الخوت كانت المقابلة جيدة والمنتخب في المستوى واللعيبة وتحية لولاد عبد الكريم وكفين يورو لاكس وفاس حكم العالم وريكل المنتخب الوطني على هذه المقابله اللي قدم لنا مقابله رائعه وصلاح انا مدرب دابا واش واحد احسن مني لا ما كاين لا 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 وفاس حكم العالم وتحياتي واللعابه كانوا رجال معنا هذا الماتش ماشي بحال الالي شكرا على القناه السلام عليكم اخويا كانت المقابله زوينه كما كتشوف اجواء حماسيه وزوينه هنا في المغرب فاس ونتمنى ان شاء الله باش نمشيو لقطر نديروا شي
ماتشات. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، كما كتشوفوا هذه الفرحه وهذا الجمهور اللي ناشط، اول مره غيدير المغرب شي انجاز زوين وفرحنا ونشطنا، والعقبه ان شاء الله نديو المونديال ان شاء الله، وكنحيي الناس المغاربه وديما المغرب، والحمد لله اول مره غنشطو مزيان والحمد لله ديما نبقاو هكا ان شاء الله. كنشكروا المنتخب المغربي على هذه المباراه اللي قدم اليوم، صراحه كانت مباراه في المستوى رغم الاداء اللي كان ضعيف في المقابله ديال الذهب، ولكن عوضنا والحمد لله على هذه النتيجه. وديما مغرب، وان شاء الله كنتمنوا التوفيق للمنتخب المغربي في قطر. ديما مغرب، ديما مغرب، ديما الرحمن الرحيم. دازت المقابله كما عجبنا الحال، حنا مغاربه لعبنا في كونغو على التعادل، جينا للمغرب لعبنا كره حركنا الكره في المغرب الحمد لله، رشت المقابله كي داز 4-1، وان شاء الله بغينا نمشيو لقطر ندوزو في التصفيات ان شاء الله وشو نربحو وندوزو ناخذو ما نكونو مستاهلين نديو كاس العالم ان شاء الله باذن الله. وتحيه ديما مغرب. السلام عليكم. بعدا المهم المقابله هذا النهار كانت مقابله واعره بزاف، بحيث ان اللاعبين قدموا واحد الاداء اللي جد ممتاز وصدمونا بنتيجة المباراة. نعم نعم. ما كناش متوقعين هاد النتيجة. نعم نعم. أوه فاس حكم العالم أخوتي. كانت المقابله زوينه كما كتشوفوا، كانت الاجواء حماسيه هنايا، كنا كننتظروا هاد الاجواء بفارغ الصبر بعد ما طالت عندنا غيبه، واخا كنا دزنا في 2018، المهم الحمد لله كنتسناو ندوزو شي مقابلات زوينين في قطر ان شاء الله، وهادشي اللي كنتمناو، واحد الموفق للجميع وديما مغرب الفاس وعلى الجميع.